أهل. نحن أقام هون معرض بمدينة جسر الشغور، معرض جسور وبمشاركة عدد من الفنانين في مدينة جسر الشغور. نحن كنا بحاجة لهيك معرض لحتى نشوف رسالة الرسامين يعني للشيء اللي عم يصير بهال يعني معنا من معاناة ومن أمل ويعني من تاريخ وكل شيء. يعني هلا شوف، أنا أكثر من لوحة حبيتها مثلا لوحات التراث اللي بتحكي عن التراث القديم، ولوحات اللي بتحكي عن توصيل معاناة أهل غزة يعني عنا. في مثلا فناني سلام حامض رسمي عن عدد من اللوحات اللي بتوصل رسالة عن الشيء اللي عم بيصير بأطفال غزة وأهله وأرضه، توصل يعني بشكل كبير. يعني مجرد تطلع فيها بتعرف اني تعال اطفال غزه، وتوصل لاني معاناة كبيره عم بيعيشوها اطفال غزه واهل غزه ونساء غزه. لفت انتباهي اللوحات اللي فيها خط عربي والرسم، انه دمجوا بين الخط العربي والرسم سوا. فكانت هاي لفته حلوه بالمعرض انه يكون في لوحات فيها خط عربي ورسوم الرسم سوا. يعني بمعرض جسور شاركت بعشر لوحات فنية من مدارس مختلفة، مواضيع بتحكي عن بعض منها بيلامس الواقع وبعض منها تدعو للأمل. طبعا الأعمال الأهم بالنسبة لي هي الأعمال اللي بتحكي وجع الناس، اللي بتناصر قضايا إنسانية كقضية المعتقلين اللي لازم نحن دائما نذكر فيها. حكيت ببعض الأعمال عن الزلزال والشعور اللي عشنا بهذاك اليوم، وحكيت عن النزوح، طبعا النزوح بسبب قصف النظام وروسيا، وبعض الأعمال اللي بتدعو للأمل، بتدعو للتفاؤل، نحن دائما بحاجة الأمل. الهدف من المعرض وإقامة المعرض في مدينة جسر الشغور هو لتسليط الضوء على أهمية افتتاح هيك فعاليات بالمنطقة، كونها منطقة ساخنة فعنا افتقار لهي الفعاليات. هي المنطقة في رسالة حبينا نوصلها، أنه هي المنطقة غنية بالفن، غنية بالمثقفين وأصحاب الفكر الإبداعي. مشاركتي بمعرض جسور الشهور ضمن فعاليات منتدى خيزران الثقافة، اللي هدفه إحياء تنشيط الحالة الثقافية والفنية بالمحرر بشكل عام. فكانت مشاركتي ضمن المعرض بتجربتي الفريدة الخاصة اللي هي مزيج ما بين مدرستين فنية، فنيتين التكعيبية والتعبيرية. فطلعت من المود بأسلوب خاص فيني أو هوية خاصة فيني كفنان، لعبر من خلالها عن معاناة أهلنا بمعاناتهم بالحرب، بويلات الحرب،
تسليط الضوء على المعتقلين، تسليط الضوء على حالات الإنسانية من خلال اللوحات اللي شايفينها. Thank you.